احنا شفنا الفيديو اللي فات الهاردوير انفنتوري. السوفت وير انفنتوري كونفيجريشن هو نفس الكونسيبت، هي ادمنستريشن، كلاينت سيتنج، ديفولت كلاينت سيتنج، سوفت وير انفنتوري. باي ديفولت او الطبيعي اي حد هيخطر على باله سوفت وير انفنتوري هيقول لي انستولد ابلكيشن. لا، الانستولد ابلكيشن زي ما شفناها كانت موجوده تحت التاب بتاعت الهاردوير انفنتوري. السوفت وير انفنتوري بتجمع تايبز معينه من الفايلز، زي مثلا انا عاوز داتا عن اي حاجه نوت ام بي 3، سيرش فين؟ سيرش في اول كلاينت ديسك، او ممكن اقول لا سيرش على سي بس، او سيرش جوه وين درايف، هقول لا سيرش في اول كلاينت درايف. ما اعملش سكان للانكريبتد والكومبريس فايل، اوكي انا مش عاوز الانكريبتد والكومبريس فايل، والفايلز اللي جوه الويندوز فولدر ما اعملش فيها سكان، ادور على الام بي 3 اقول له اوكي. فكده اي حاجه دوت ام بي 3 هيطلع لي ريبورت اللي هي موجوده على الجهاز ده، الكلام ده انيبل دي اس، هيرن كل قد ايه، هتجيب فول ديتيلز ولا برودكت اونلي ولا فايل اونلي، لا انا عاوز فول ديتيلز. كولكت فايل، لو انا تلاقيت الفايل ده هجيبه على السيرفر هنا عشان اقدر اشوفه ولا لا، فانا اقول له انا عاوز تجيب لي الفايل ده اللي هو اي حاجه دوت، مثلا هنقول دوت ام بي جي او دوت اي في اي، خليها دوت ام بي 4، عندي ام بي 4، وخلينا نزود المساحه بتاعته شويه، خلينا نقول 10 ميجا. خلينا نديله كله 4 ساعات. فكده اي حاجة حجمها حدود 10 ميجا ومزودها ام بي 4 هتهالي على السيرفر علشان اقدر اشوفها او ارجعها اشوف اليوزر ده. فكده انا قلت له اي حاجه ام بي 3 هتهلي داتا عنها، واي حاجه ام بي 4 هتهلي على السيرفر. اوكي، انا كده هحتاج بس على الويندوز 8 ماشين بتاعتي هجيب فايل ام بي 3 وفايل ام بي 4 احطهم هنا، وبعد كده هرن السوفت وير انفنتوري سايكل، وبعد كده نروح نشوف الريبورت بتاعنا هيقول ايه. انا دلوقتي رنيت من جوه الكونفيجريشن مانجر هنا كلاينت، رميت الاكشن اللي هي ماشين بوليسي ترايبل وسوفت وير انفنتوري سايكل وفايل كولكشن سايكل. لو جيت هنا في التاسك مانجر هتلاقي في حاجه اسمها دبليو ام اي بروفايدر هوست، ديت اللي بتسيرش في جوه الماشين عن السوفت وير اللي انا عاوزها، وبعد كده ما تلم الداتا هترفعها للكونفيجريشن مانجر سيرفر. فخلينا نستنى لغايه ما التاسك ديت تخلص ونشوف بعد كده من التاسك من الريسورس اكسبلورر الداتا او ان الريزلت اللي هنوصل لها. دلوقتي لو رجعت على اللاب بي سي بتاعي وقلت له ريسورس اكسبلورر، دخلت على السوفت وير فايل ديتيلز، هتلاقي عندي ال ام بي 3 فايل اللي انا حطيته على السي على الماشين، و ام بي 3 فايل هو موجود في التمب علشان ديت البي ام وير لما باجي انقل كوبي للماشين بتتنقل الاول في التمب وبعد كده بتتنقل على السي. فده جاب لك الداتا، والله انت عندك اي فايلز ام بي 3 موجودة على الماشين وكانها فين وحجمها قد ايه. الكولكتد فايل، انا عندي الفايل اللي اسمه 8.mp3 سوري mp4، انا ده كان موجود على السي على الماشين وانا عملت له كولكت وحجمه قد ايه والاخر مره حصل له موديفايد. طب هو عمل له كولكت جابه على السيرفر، جابه في اي فولدر؟ فلو جيت هنا على الفايل اكسبلورر ديس بي سي بروجرام فايلز configuration manager inboxes snv.box file call file اللي هو ده، هو ده الفايل اللي هو عامل الكولكشن. لو انت برضه من هنا من اللاب بي سي قلت له start resource explorer، سوري هات لي
لك مين ستارت ريسورس اكسبلورر، نحط له هاردوير سوري سوفت وير، كولكتد فايل، تيجي على الفايل كده وتقول له مثلا فيو فايل، هيشغله لك كميديا بلاير وهيشتغل الفايل. وتقدر تعمل سيف للفايل عندك مثلا لو انت عاوز تعمل سيف، علشان باي ديفولت الفولدر اللي هو سيند دوت بوكس اخره. لو جينا بصينا هنا في الكلاينت سيتنجز قلنا بروبرتيز سوفت وير انفنتوري سيت فايلز، هتلاقي اخره حوالي 10 ميجا. ف كل ما هيكولكت هيدلت القديم، فانت لو عاوز تعمل سيف للفايلز فبتيجي من الريسورس اكسبلورر وتقول له سيف. يبقى حتة بس من الفيديو بتاع امبارح، يبقى احنا كده شفنا السوفت وير انفنتوري وعرفنا ان السوفت وير ده ملهاش علاقه بالانستولد ابلكيشن، هي ليها علاقه بالفايل، سواء انا كنت هعمل لها عليها انفنتوري كريبورت او هسحب الفايل ذات نفسها. اخر بس حته نشوفها في الفيديو ده ليها علاقه بالفيديو اللي قبل كده بتاع الهاردوير انفنتوري، لما عملنا اكستند الكلاسز اللي هي مونيتورها، مثلا البيت لوكر جاب لك الكلاس بتاعته اللي هو عليه بروتكشن اوف، وبس لما البرنتر ديفايس قال لك والله انت عندك اكس بي اس وفاكس برنترز كده. يعتبر خلصنا الفيديو ده، استناكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.